السعي هو ان انا اكون بطريقة دائمة ومنتظمة بعمل حاجتين بآن واحد مش بطريقة تجزئية. ايه هما؟ افرغ من العتيق واملأ من الجديد. احلال، خلعت من العتيق مع عمل، عملية خلع مستمرة من العتيق، من نفس، من دوافعي، من رغباتي. وقعت اكتشفت ان لسه فيه رداء عتيق تاني جوه، لا، لابد ان تصل الى النقطة التي معها. لما تبص جواك تلاقي ايه؟ تلاقي المسيح. انت دلوقتي تبص جواك بتلاقي حاجات بتتصارع، جراح، مشاكل، هموم، قلي، عمل فيا، خد مني، زقني، اهو ده العتيق. تقعد تنزع وتلبس لغاية ما يجي وقت تبقى قاعد مقيم في سلام الله بطريقة منتظمة. طب لما يجي يرمي عليك مش عارف ايه، هو وقع عليا، مش موقعش، وقع بس بنفس تلقائية وسلاسة ما رحت ماسح اللي وقع، انتهى الموضوع. فيظل السلام، تبقى مقيم في السلام، اهو ده اسمه سلام الله الكامل. انت موجود في سلام الله بس مش الكامل، ما يجراش، هنوصل. بس في حاجة اسمها سلام الله الكامل الذي يفوق كل عقل. يعمل ايه بقى سلام الله الكامل؟ يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. دي غاية الجهاد. بيجي وقت تلاقي سلام الله بقى كامل، ولما يبقى كامل تلاقيه هو محوط قلبك. وهي دي الحياة الابدية كده، انت موجود في الحياة والحياة بتتدفق فيك وهكذا، يبقى عمال تمثيل من الحياة، تمثيل من الحياة، تمثيل من الحياة. النتيجة أتيت لتكون لهم حياة ولكي تفيض منهم الحياة. أدي معنى كلمة يكون لهم أوفر، اللي هي مكتوبة في الترجمة أفضل. وانت بتمثيل بتمثيل بتمثيل، لازم يحصل إيه؟ تفيض، تفيض الحياة. يبقى أنت امتليت وتفيض الحياة بتلقائية وسلاسة على الآخرين. تفيض شفاء، تفيض زكاة، تفيض راحة، تفيض حكمة، تفيض نعمة. كانوا يتعجبون من كلمات النعمة التي تخرج من شفتيه. مسألة يا جماعة مش صعبة زي ما انت متخيل، او زي ما خبرات الفشل الكثيرة بتقولك مش صعبة. هي صعوبتها في مرحلة التحول اللي فيها يشتهي الروح ضد الجسد، اي الروح القدس، والجسد ضد الروح. لكن جمالها في مرحلة الثبوت. في نقطة عندها هيبقى ثبوت، مرحلة الثبوت. بعد مرحلة الصراع مرحلة الثبوت. سلام الله الكامل الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. الغاية أنت في وأنا فيهم، أن يقيم المسيح فينا، إليه نأتي وعنده نصنع منزلا، مبنيين معا مسكنا لله في الروح. مش كل واحد مسكن لوحده، الحب بيجمع الكل. دي غاية، مبنيين معا مسكنا لله في الروح. ايه دي كنيسة؟ ما هي كنيسة؟ هي سكن الله في الإنسان، في الخليقة. لا أعود أسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، لكن أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيه. يسكن حقا وحقيقة، يملأ حقا وحقيقة. ربي ساعدنا إن احنا نواصل رحلة السعي والجهاد لكي يتحول فعل الإيمان وفعل الانتظار وفعل التوقع إلى يقين الحقيقة ويقين الحضور وسكن المسيح فينا، يغطينا بغفران دمه من جميع خطايانا ويشفي كل جراحنا، يكبر كل كسر وكل ضعف، يكملكم ويمكنكم ويقويكم و
يثبت. يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0-101-1029-63-48-18، أو عبر فودافون كاش 010-66-16-82-84، وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.